اللقم حقهم وما ما اشوف. خلاص تمام يا بطل تعال هكذا حلما سمعنا القصف والضرب كلنا دور له مكان يندس فيه، والحمد لله نجوت. ولكن بعدها بعد ما وقف الضرب خرجنا نشوف ايش حصل، ومن دي سلم ومن دي قتل. حصلنا نساء مقتولات، وحصلنا اطفال مرمين في خارج المنازل. القصف لماذا؟ وش السبب؟ وش لماذا يستهدفونه؟ واحنا ابرياء لا ننتمي الى اي فئه. وانت اسمك يا جمال؟ ايش اسمك؟ الزوج كان دلال. بس السنين كانت جراحاتهم خطيره. كانوا جرحى